بغيت نفكر بانه الحكومه بالنسبه للمقاولات بالنهار اللي جات وعرفتوا بانه جينا من بعد الكوفيد والكوفيد كل شيء مسدود ولا سيتياسيون ديال التريزور كيفاش عامله وبانه لي بيدجي دانفستيسمون توقفوا تقريبا ب 50% ولا 40% باش تنقصوا بالنسبه للعام ديال الكوفيد. رغم ذلك نهار اللي دخلت هذه الحكومه خلصت 20 مليار ديال الدرهم ديال المستحقات ديال التي في بالنسبه للمقاولات باش الحركه تعاود تنتعش. ما كناش نيتي با تري لون ونيتي رياكتيف رابيد يعني بالنسبه لهذا القرار. نهار اللي جات الحكومه جات لا كريز ديال لوكرين شعلات الاثمنه ديال البناء وديال لي زانفراستركتور ديال لي زيكيبمون بواحد الشكل اللي هو كبير. يعني خدمنا الناس جمعه والسبت والحد وجوج اسابيع باش نخرجوا واحد السيركولير ديال لي مارشي بوبليك باش نعتقوا هذوك الشركات اللي كان عندهم السوق وتزاد عليهم الثمن وما يقدروش يكملوا باش ما يطيحوش لينا وخرجنا الامكانيات ان نواكبوهم. ونيتي با تري لون خرجناها في يعني في ظرف اسبوع ولا اسبوعين مع السيد وزير التجهيز اللي ما حضرش معنا. اللي جاو لي كريز باش يبقى البوفوار داشا نحافظوا عليه شويه يعني دنا خلينا الاثمنه ديال الضو في المكانه ديالها خدينا الاثمنه ديال الغاز في المكانه ديالها دخلنا في المواد الفلاحيه باش يبقاو الاثمنه متوازنه يعني في المواد الاوليه اللي كتدخل في الانتاج. كل هادو استثمارات اللي هما كلفونا شي 40 ولا 45 مليار ديال الدرهم ما كناش تقال ليتي با لون جاوبنا يعني في ظروف صعبه وامكانيات صعبه وفي ظروف اللي كاع هذوك بعض لي زانتيليكتيال بوليتيك كيقول لك اودي خصنا ذاك الوقت دابا خصنا يعني واحد الوضع فينونس ريكتيفيكاتيف لان هذا الشيء ما غاديش يتقضوا عليه. درنا يعني اون جيري هاد لا كريز باش نحافظوا على المقاوله 60 عام النقاش على لا شارت دانفستيسمون. هذا العام خرجت لا شارت دانفستيسمون عطات 30% يعني بالنسبه للمقاوله اللي بغات سميتو وجابت المجاليه هاد لي كومون اللي قلناهم ضعاف وداكشي انهم عندهم الامكانيات انه بلي تستثمر كتكون عندك واحد البريم دانفستيسمون الا مشيتي لهم لانهم بعاد ولا عندهم سميتو مشاكل ديال الولوجيه. دونك جاوبنا مع الاستثمار ديال 30%. كذلك بدلنا لو كود دي مارشي بو فاسيليتي لا بريفيرونس ناسيونال. قبل كانت لا بريفيرونس ناسيونال 15% ولكن كنقولوا حتى ال 15% الا داو واحد جوج ثلاثه يمكن يدير زيرو. كانوا الاغلبيه ما كيعملوهاش في لي مارشي دابا ولات اجباريه. دونك عطينا ان افونتاج يعني واحد عطينا واحد لافونتاج للمقاوله المغربيه باش يمكن ليها تنفس شويه في هذا الوقت ديال الكوفيد ولا بري كوفيد باش تاخذ الاسواق داخليه وتقدر تزيد للامام. عملنا مجهود كبير في الكليما دي زافير ولا سامبليفيكاسيون دي بروسيدور. درنا السكوت على ما تريد يعني في الاستثمار. درنا في البورتاي الاداراتي واحد 2700 قرار واضح باش الناس تقراه. عملنا واحد لي بسطنا 22 مسطره الاكثر تداولا يعني باش نسهلوا لك دانفيستير لانفستيسمون بوبليك. هادشي كله كنقولوا علاش لان ما تعطلناش باش نرياجيو على لي سيتياسيون اللي كاينه اللي كتجي لانفستيسمون بوبليك. ما عمرنا سمعنا شي مقاول ولا
رئيس مقاولة في الحكومة السابقة اللي كيقول بلي كيشوف البيدجي كيتقسم على 40% ولا 30% ولا 50%، ويقول هذا الشيء ماشي معقول. لا ما شفناهش. دابا كيقول لي كنتعطلوا الوغ كو بهاد الاكراهات وبهاد النقاش اللي كاين وبهاد يعني سميتو هذا اللي كاين، خلينا الاستثمار زدنا فيه ونيئة اليوم اكثر من 335 مليار ديال الدهم ديال الاستثمار، ماشي نقصنا، زدنا مع الاكراهات اللي كاينه. حلينا الاشكاليات ديال الترانسفير ديال لو لي زوبورتونيتي بور لي زونتربريز بريفي باش تدخل في البارتنريا بيبليك بريفي. ان شاء الله هذا الشيء ديال لاسيونس مالادي اوبليغاتوار فتح افاق للقطاع الخاص في ظروف صغيرة. وشتو شحال من كلينيك الى بوسي في لي ريجيون ديالنا وكيفاش طلعوا، اي دونك اون كونديسيون طلعوا والناس استثمرت وزادت الامام. دونك سا ايتي ان انكوراجمون بور لونتربريز بيبليك بور لونتربريز بريفي. هذا الشيء اللي غادي نديروا دابا ديال البوفوار داشا ديال هذا الدعم المباشر الاجتماعي 500 ديال الدرهم، هذا غادي يحافظ على يعني على غادي يحسن لو بوفوار داشا ولا كونسوماسيون في المغرب، وهذا لصالح كذلك لوتي دو برودكت يعني القوه ديال الانتاج ديالنا يعني الصناعيه في يعني في المستقبل. السياحه ما تسنيناش ما تعطلناش، نهار اللي جينا وحنا كنجريو مع السيد الوزير باش يتفتحوا يعني الامكانيه ديال باش يدخلوا لنا السياح دخلوا في فيفري 2022، عملنا 2 مليار ديال الدهم للقطاع باش يعيد اعاده الهيكله ديالو مع السيده الوزيره والسيد الوزير النقل، عملنا مجهود كبير باش نفتحوا القطاع ديال الطيران باش يجيو يعني لو ماكسيموم دافيون اون ميم طون، ما نتخلاوش على الرغم ديالنا، نعاونوها ونعطيوها الامكانيات ونزيدوا بها لقدام باش حتى هي تاخذ نقطه الموقع ديالها. وهذا الشيء غادي يجيب لنا القطاع السياحي اللي موجود كله في المغرب 14 مليون ديال السائح هذه السنه، يعني ان اكسبلوا هادشي راه ما عمرنا وصلنا لهاد النتائج ديال السياحه يعني في بلادنا. هاد السنه ان شاء الله غادي نوصلوا ليها، وهذا الشيء خلى انه كاين واحد لاكتيفيتي مزيانه في لي زوتيل والناس كتحرك والقطاع ديال السياحه ولا كذلك لاتيزان حتى هو كيتحرك. كل هاد الشيء مسائل اللي تجاوبنا معها ايجابيا مع القطاع الخاص، لانه الشغل بالنسبه لنا شيء جد ايجابي ولا بدا يعني ما سميتو فعلا. يمكن الحاجه اللي تعطلنا فيها انه ما زدناش في الدور لي زونتربريز، لانه الالكتريسيتي اليوم ديالنا 50% بالنسبه لواحد العدد ديال الدول الاوروبيه اللي مجاوره قل، ما عندنا ما عرفتش عندهم هما وحش ما عندناش حنا. لا ديفيرونس كو الدوله كتخلص باش تكون لا كومبيتيتيفيتي عند هاد لي زونتربريز. دونك سمحوا لي يعني مجهودات كبيره اللي كتقوم بها الحكومه ومجهودات كبيره اللي كتزيد بها الامام وكندعموا الاستثمار. شكون هاد الدوله اللي غتعطيك 30% ديال الاستثمار باش تقدر تحرك؟ فعلى الاقل تكون شهاده ديال الحق.